الرحمن الرحيم. ومن مؤتمر الشمول المالي كان لنا لقاء مع الدكتور فتحي السيد يوسف. اهلا بحضرتك يا دكتور. احنا حضرنا المؤتمر ولقينا فيه كلام جميل كده، يعني ادينا نبذه سريعه عن المؤتمر كده للجمهور العادي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. حابب اشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي، وحابب اكد ان المؤتمر غايه في الاهميه، بيتكلم على نقطه، بتتكلم على الثروه العقاريه في مصر، ودي يعني فيها جزء عندنا كبير جدا بيتم، يعني ما فيش بنسميه قطاع غير رسمي، والقطاع غير رسمي عندنا قطاع كبير جدا. والثروه العقاريه في مصر للاسف هي مش مسجله، ودوت بتخلق مشاكل اقتصاديه كبيره تتمثل. انت ممكن تكون الثروه ديت من ناحيه الافراد ما بتساعدهاش على انها تطمن على حقوقها وعلى ثرواتها وعلى ممتلكاتها، ومن ناحيه ثانيه من ناحيه الدوله بتقدرش تخلينا ان احنا نحقق نفرض ضرائب على العقارات، ضرائب على التصرفات العقاريه من خلال بيع او شراء وهكذا. الحاجه الثانيه بتظهر مشاكل بتتعلق بالقضاء، ومشاكل كتير في المحاكم بتبقى في مشكله في النزاعات القضائيه المرتبطه بنقل الملكيه وهكذا. وبالتالي بتظهر اهميه المؤتمر في ان هو بيوضح ضروره التقنين العقاري للثروه العقاريه الموجوده في مصر واهميته. وبصراحه المتحدثين او الجلسه الرئيسيه اتكلمت بوضوح على المشاكل اللي بتقابل التقنين، سواء كانت جوانب تشريعيه او جوانب تنظيميه او جوانب اداريه او جوانب تنفيذيه خاصه بيه. الناس اللي اتكلمت النهارده يعني لو مسكر في طبعا قامات علميه، في وزير التنميه المحليه الاسبق، وفي المستشار بهاء زياد الدين، وطبعا في قامات علميه، وطارق شكري وكيل لجنه الاسكان في البرلمان، كلها قامات متخصصة وقامات علمية كبيرة جدا، وقالت كلام جيد جدا فيما يتعلق بها. هي ثقافة، احنا على فكرة برنامج ثقافة مصر، هي ثقافة محتاجين كمان ان المؤتمر ده يبقى يوصل للمواطنين، يوصل للناس، تبقى لان في معلومات زي ما حضرتك قلت خاصة بالتشريعات والكلام ده، المواطن العادي عايز يعرفها. من خلال برضو يعني طبعا مهم جدا ان احنا كل الحاجات والاجراءات المطلوب ان احنا بتتخذ او بيبقى فيه سعي لاتخاذها، لازم نوصلها للمواطنين بطريقه جيده وبطريقه تفهمهم ان هي مهمه ليهم. يعني ما طرح في الفتره الاخيره عن اللي هو التسجيل، وكان كل هم الناس المشغوله بان هي هتدفع 2.5% من قيمه العقار بتاعها، وده رقم كبير، وكان التخوف الكبير جدا من ان القانون يبدا تنفيذه. جه السيد الرئيس اجله لمده سنتين، وكان التاجيل دوت علشان زي ما ذكر الساده المتحدثين في اول الجلسه ان هو هتقابلنا في التسجيل، هيبقى فيه كميه كبيره جدا، بنتكلم على 40 مليون وحده عقاريه، فتسجيلهم في فتره ضغط جدا، وهيكون بيسبب مشاكل كبيره جدا، ضغط على الشهر العقاري وعلى الوحدات المسؤوله عن التنفيذ. وبالتالي كان المطلوب انها تتاجل علشان الناس ما تتفاجئش، والناس يبتدي نمهد للقانون بطريقه كويسه. هو كده لا محاله، يعني هو المواطن برضه، لان هي كده كده القيمه العقاريه في ازدياد على طول، هو كل ما يخلص اجراءاته بدري لو فيها اجراءات. خلينا نتفق ان لازم لا محاله ان احنا نعجل بالتسجيل. التسجيل مهم جدا سواء كان للافراد او للدوله. الدوله مهم انها تعمل حصر بالثروه الموجوده عندها، ومين مين صاحب العقار دوت، حتى نقدر نتتبع. وكان ذكر من فتره فيما يعرف بالرقم القومي للوحده السكنيه، زي الرقم القومي للاشخاص، في رقم قومي للوحده السكنيه نقدر من خلالها نتتبع تاريخ نشاتها وانتقالها الملكيه بتاعتها قالت لمين، واخيرا هي مع مين، بحيث ان احنا لو حصل في خلاف او نزاع قضائي على وحده سكنيه بسهوله جدا نقدر نعرف الوحده ديت من تملكها وقالت لمين في النهايه. وفي الحاله ديت تقدر ان احنا نقلل النزاعات القضائيه، ومن ناحيه ثانيه بنقدر ان احنا نحدد ونفرض يعني ضريبه عليها تقدر تزود الحصيله الضريبيه للحكومه، تقدر تقلل عجز الموازنه، بتحقق مصالح كبيره جدا على المستوى القومي وعلى مستوى الافراد وعلى مستوى يعني بيئه الاعمال نفسها. اشكرك يا دكتور، وان شاء الله نتقابل يعني برضو، لان واضح ان معلومات حضرتك قيمه ومحتاجين نعرفها بس التمعن يعني. شكرا جزيلا باشمهندس، شكرا جزيلا لحضرتك وعلى الاستضافه.